سلام، مرحبا بكم في لاشين ديال اي تي فلوغز. نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. اليوم غادي ندير معكم واحد الحاجه اللي مهمه بزاف اللي خاص نكونوا كاملين دايرينها. راكم قريتوها في لي تيتغ ديال لا فيديو وشفتوها في المينياتور. غادي نصايب معكم واحد البروغرام ديال بريباراسيون، واحد التخطيط اللي غادي نمشيو عليه هاد الايام اللي بقاو لينا، بقى لينا والو، خصوصا الناس ديال سيزيام والباك، قد لينا كاك شي 4 شهور، قل من 4 شهور اللي خاصنا نجمعوا فيها راسنا، خصوصا حنا في الدوره الثانيه. الو خاصنا نديرو شي حاجه. هذا بروغرام يقدروا يديروه جميع المستويات. انا غنعطيكم اكزامبل وانتم غادي تحاولوا انكم تشاو عليه. الو خليكم معايا في الفيديو باش تشوفوا البروغرام اللي غادي نصايبوا مع بعضياتنا واللي تقدروا حتى نتوما ديروا فحالو. يلا الو، كيفاش غنديروا نصايبوا البروغرام ديالنا؟ اول حاجه غادي نعتمدوا عليها وهي السويع اللي عندنا خاويين، اللي حنا ما كنقراوش فيهم. نص نهارات، ساعتين خاويه في شي صباح، ساعتين خاويه في شي عشيه، شي ساعه، شي حاجه بحال هكا. غادي نحاولوا اننا نقادوا من دوك السويع بروغرام هكا اللي نقدروا نخرجوا فيه ونديروا فيه العجب، نديروا فيه بزاف ديال الحاجات اللي ما نقدروش نديروها في العشيه ملي كنجيو من السويع ولا شي حاجه كنكونوا عيانين، ولكن فهادوك السوايع الخاوي نقدروا نستغلوهم ونديروا فيهم بزاف ديال الحاجات. الوغ انا كنت جالسه وصيبت مع راسي بروغرام، شفت السوايع اللي عندي خاويين، الايام اللي عندي فيهم السوايع خاويين، وشنو المواد اللي نبغي نخدم في هذاك الايام. حاولت انني نشوف بحال مثلا انا اليوم الاثنين كنقرا المات، وعندي ساعتين خاوي، عندي نص نهار في العشيه. انا قريت المات في العشيه، عندي نص نهار نخدم وطني في المات، وهكا غادي نكون ولات عندي قدره على انني نخرج التمارين ومتعوده انني نخرج التمارين، وهكا ما غاديش نتضعق نهار الامتحان. هذا هو الاساس اللي مشيت عليه في البروغرام ديالي. دونك غادي تشوفوا الايامات اللي خاوين عندكم والسوايع اللي خاوين عندكم، وتحاولوا في كل ساعه اولا ساعتين اولا نص نهار تدخلوا فيهم شي ماده تخرجوا بها التمارين، تفهموا شي درس نتوما ما فاهمينوش. تجي عندك صاحبتك اولا شي عندها تفهموا شي درس، تفرجي غير في يوتيوب على لا، قلبي على داكشي في انستغرام، في جوجل، في اي بلاصه، قلبي على راسك. ما تبقيش تسناي شي واحد يعطيك اولا ديريها مع شي واحد ولا شي حاجه، خدمي على لا غير راسك الا ما كانوش عندك الصحاب اللي ديري معاهم هادشي. بون انا قديت هادشي في هاد الوريقه هادي، كنت جالسه مع عليا بابيا وانا ندير طرن اجمعي راسك، خاصك ديري البروغرام. علاش انا وي عندي هادوك السوايع الخاويين وداكشي وكنخدم فيهم، ولكن ماشي متواضبه جدا، حيت بعض المرات كنقول صافي من بعد نخليها، من بعد صافي نخليها في العشيه ولا شي حاجه، وما كنصدقش دايرها وكنمشي الناس والناس ما غيفيدني حتى شي حاجه. الوغ قلت حبس، غادي ندير بروغرام اللي يكون محدد ونبقى غادا عليه، وهادشي اللي خاصكم ديروا حتى نتوما نيت خاصكم ديروا بروغرام تبقاو غادين عليه وتكونوا متواضبين. غتشوفوا في الفيديو كيفاش غادي نصايب معكم البروغرام وكيفاش انكم تكونوا متواضبين عليه. الوغ حاولت انني نقاد هكا هكا واحد المخطط، هكا واحد الطابلو نقاد فيه الايام، التوقيت والماده اللي غادي نخدم فيها، وهادشي النيت اللي غادي تشوفوا في المقطع اللي جاي من ورا هذا، تشوفوا كيفاش صايبنا هاد البروغرام.
انا غادي نحاول انني نلصق هنايا كيف كتشوفوا ديجا صاوبت معكم هذه البلاصه رينغ لايت. المهم ديجا صاوبت معكم هذه البلاصه هذه وريت لكم هكا واحد الفيديو غتلقاو اللين ديالو في البيو كيفاش هكا تقادوا ديكوراسيون ديال البيرو ديالكم. غادي نحاول انني نلصقها في شي بلاصه هنايا حتى عامره هادشي. المهم هانتوما معايا تشوفوا كيفاش غادي نصايبها. صراحه جا زوين وجا منظم وجا زوين صراحه عجبني. ودابا غادي نحاول انني نلصقو يمكن هنا في هذه البلاصه هذه ونوريكم من موراها شنو غادي ندير باش نكملوا البروغرام ديالنا. نوريكم شنو مازال غادي ندير. بنات من ورا ما سالينا البروغرام ديالنا صايبناه سالينا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه وهي كيفاش نتاكد من راسي انني درت ديك الحاجه داك النهار. بحال مثلا انا غدا اثنين عندي من الصباح عندي من 8 حتى 45 دقيقه الماط وفي العشيه عندي الماط الثاني من 3 ل 5. الوغ كيفاش غادي ندير؟ غادي نستعمل حاجه سهله وهي هاد الوريقات هادو الصغيورين. صراحه ما عرفتش شنو سميتهم. المهم هاد الوريقات الصغيورين اللي كنبقاو نديرو فيهم ليست ديال تو دو ليست ديالنا في النهار ديالنا غادي نستعملوها. كاين هادو اللي كيلصقوا الا ما كانوش عندكم راهم رخاص البنات غير شريوهم من المكتبه اولا غير من هذوك اللي كيكونوا في الزنقه كيبيعوا هذا الشيء شريوهم من عندهم راهم رخاص شي 7 دراهم اولا 5 دراهم ما عقلتش بالضبط وتستعملوهم حتى في بزاف الحاجات. انا غادي ندير معكم كيفاش زعما مثال كيفاش غادي ندير. بحال مثلا انا غدا لانجي عندي اولا من 8 حتى 9 45 عندي الماط وفي العشيه عندي من 3 حتى الخمسة عندي الماط. الو مثلا انا فقت غدا الصباح ودرت الماط الاولاني اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هكا شي حاجه ونكوشي باش نشوف راسي راني درت ديك الحاجه. مي الا ما درتهاش راه غادي تبقى ليا خاويه ونحاول انني نعوضها في شي ساعه و45 دقيقه عندي خاويه اولا في العشيه في الليل ملي نكون جايه من السوايع اولا ما عنديش السوايع نديرها. مهم خاصني داك النهار ندير ديك الحاجه حيتاش غير غادي تضيعوا دوك الوقات الخاويين ضروري ما تكونوا منظمين وقتكم. هادي فين غادي نديرها؟ غنديرها على الشوف. غنكون انا اصلا دايره هنايا بيان سور مي مثلا انا هادي غنديرها هنايا بحال هكا كنشوف فيها ندوز نشوفها وندير غابيل في التليفون يبقى يوصلوني هكا لي ميساج باش نوض وندير ديك الحاجه. حيت بعض المرات اكيد انا وانتوما كاملين كنعكزو اننا نوض ونديرو ديك الحاجه. الوغ هكا غادي نحاول اننا نجمعو راسنا ونكونوا متواضبين ونشدو هاد البروغرام حتى الاخر ديال العام ونشوفوا راسنا كيور هزنا للقدام بهاد البروغرام اللي درنا. المهم البنات غنقول لكم واحد الحاجه بعدا الا كنتي كدير هاد البروغرام هذا غتكون حسن من شي وحدين اللي ما كيديروا حتى شي حاجه مثلا ما كيخدم لا جهويات لا وطنيات لا تمارين لا حتى شي حاجه. الوغ غنكون حسن منه غادي نكون متعوده انني نخرج شي تمارين. بعض المرات كنلقى شي صعوبات كنكون اويلي هذه عمرني شفتها في حياتي من هذوك التمارين كنكون اكتشفت ديك الحاجه وانا وليت كنعرف نخرجها. وهاد البروغرام تقدروا ديروه مع صحابكم ديروه مع صحاباتكم كلشي اللي كتقراو معاهم شي وحده في انستغرام شي وحده ما كنعرفهاش ساكنه في ما عرفت فين. المهم هو ندير البروغرام ديالي ونتبعو هكا بنظام ما نفوت عليا حتى شي ساعتين اولا شي ساعه خاويه ونبقاها غادا هكا حتى لاخر السنه. الوغ لي في من مورا ما صايبنا البروغرام ديالنا وشفتو كيفاش غادي نكونوا متواضبين عليه غادي تسولوني علاش غنديروا هاد البروغرام. راه قلت لكم خاصنا نجمعوا راسنا حنا في الدوره الثانيه ما بقى لينا والو. مثلا انا في السيزيام عندي اجتماعيات كل درس قدو قداش كل درس وشنو خصوصا هذوك ديال الامريكان وداكشي والحرب العالميه داكشي كيكونوا شويه طوال اشنو غادي ندير انا. كنحفظ في الليل كنحفظ في العشيه ملي كنجي في الليل وكنجي من السويع كنجلس نحفظ هادي ولكن راه انا وما بعد الورط راه كنعيط انايا وكنبغي نقول ستوب اليوم ما غندير حتى شي حاجه. ولكن مثلا انا اليوم الاثنين قريت وقريت نهار كامل ومشيت للسويع وجيت في العشيه وحفظت غير شويه وعيت وما قدرتش ما قديتش نكمل. غدا عندي نص نهار انا غنشد داك نص نهار وغادي نقسمو على الحاجات اللي انا قديت في البلانين ديالي غنكون قديتو درستها مع راسي شفت شنو عندي شنو ما عنديش شنو نقدر ندير شنو نقدر ما نحفظش. المهم داكشي غادي مع داكشي اللي كنقرا انا. المهم تحاولوا نتوما تشوفوا داكشي اللي غادي معكم ومتوالم مع راسكم شنو تقدروا تخدموا.
وصافي فداك نص النهار نجبد على هذاك الدرس نحفظه كامل، ولا ساليت بكري كنت كنقدر نحفظ بالزربه، نشد هكا شي جهاوي في الاجتماعيات ونخدمه مزيان. ماما شنو كدير؟ ماما عاد كتجرب شي طبله. المهم وصافي هكا نجبد على داك الوطني نخرجو الجهاوي بلوتو، هانتوما في السيزيام دابا، نخدمو مزيان هكا وغادي نكون تعودت على الامتحانات. هكا كل مره كل مره كل مره نهار الامتحان ما نتبعش ما والو، غتكون عندي هكا قابليه على انني نخرج الامتحانات حيت انا متعوده مع راسي. انا في الباك عندي مشكل في الماط نبقى نخرج هكا 80 وطنيات هكا نتعود هاد نبقى نشوف السؤال نقول هذا خرجت فواحد الامتحان هذا ساهل تاع، انا عارفه الطريقه ديالو كيفاش، ونتفرج في يوتيوب نتفرج في الناس في انستغرام الاساتذه كيديروا دي لايف، تشرح لي شي صاحبتي الا كانوا عندي صحابات دوك المزيانات اللي كيبغيو يشرحوا لبعضياتهم. خاصك تختار صحابك، هذه حاجه مهمه، خاصك تشوف الناس اللي كيبغيو لك الخير ويقدروا يبارطاجيو معاكم المعلومه، ولكن قليل فين كتلقى بحال هذا النوع هذا. المهم ما علينا، حنايا حنا قادينا بروغرام رياضياتنا، كنتمنى انكم ديروا نتوما نفس البروغرام. الا درتو صيفطوا لي في انستغرام، هذا هو الانستغرام ديالي، صيفطوا لي باش نشوفكم نتوما شنو درتو، قولوا لي فاش كتقراو وزعما كيفاش قاديتوا البروغرام ديالكم، بغيتوني نعاونكم شي حاجه قولوها ليا في انستغرام، نقدر نجاوبكم على اي حاجه، غير صيفطوا لي ميساج انا غنجاوبكم، قولوا لي اللي بغيتو خذوا راحتكم اكيد. وصافي هكا غادي نكونوا جاوبتكم على السؤال ديال علاش غنديروا هذا البروغرام هذا، حيت ضروري غتسولوا راسكم هذا السؤال. وصافي هذا هو الهدف من البروغرام ديالنا، اننا نجمعوا فيه راسنا وهكا نبقاو نتعودوا على التمارين وعلى شي اسئله كنكونوا جداد علينا عمرنا شناهم، باش في الامتحان ما نتضعقوا ما نخافوا ما حتى شي حاجه. وصافي الوغ دابا تكون هنا سالات لا فيديو ديالنا، ما كاينش لازم نطولوها اكثر من هكا، بغيتكم غير تستافدوا كيف ما انا صايبت بروغرام لراسي، بغيتكم حتى نتوما تحفظوا وتنوضوا تصايبوا بروغرام لراسكم بلا ما نبقى نقول لكم راه الدوره الثانيه هذه، وخاصنا نكونوا جامعين راسنا. انا نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، ولا بغيتو مازال هكا فيديوهات بحال هكا قولوا لي في لي كومونتير، انا على الراس والعين نصور لكم الفيديو اللي بغيتو، جو معايا في انستغرام الا بغيتو تعرفوا شي حاجه، المهم اللي بغيتو. ومن ما كنتوش مشتركين في القناه ما تنساوش تشتركوا الا عجبتكم اكيد. وصافي غادي نقول لكم دابا حليكم، باي باي، نتلاقاو في الفيديو جديد.